خارج فندق باليه كوبوغ في فيينا، هكذا يبدو شتاء الاتفاق النووي الإيراني. ثلج ممطر لم يكن في حسبان رجالات التفاوض. في الداخل المشاهد أشد وضوحا. للإيرانيين نبرة تفاؤل نسبي بأمل أن يكبر حينما يعود الجمع بعد أيام ثلاثة. تم تبادل اقتراحات مكتوبة بين مختلف الأطراف بشأن رفع العقوبات، وتم تحقيق تقدم مرض نسبيا خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة للمباحثات. أما الأمريكيون فهم لا يشاركون هذا الجمع، حتى ضيافتهم ليست في الفندق ذاته، بل ينتظرون الوسيط الأوروبي عند فندق ماريوت المقابل، لكنهم يشاركون تفاؤل الإيرانيين نسبيا ويشككون بجوهر التقدم. هي جولة ثامنة وصفت بأنها آخر فرصة للعودة إلى اتفاق 2015. التجديد الإيراني باق فيها على أولوية رفع العقوبات وضمانات بعدم الانسحاب الأمريكي. كذلك يصر الغرب من جانبه على أهمية عودة طهران إلى التزاماتها الكاملة في الاتفاق. فمنذ الانسحاب الأمريكي بدأ الإيرانيون بالتحلل من التزاماتهم، يتحدثون اليوم عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. إذن مشروع نووي متسارعة خطاه، ومفاوضات تتعدد جولاتها ويطول أمدها. بين هذا وذاك خيارات حرب تدق طبولها. مع من طهران مراسلنا حسام دياب. حسام، على ماذا تبني إيران تقييمها الإيجابي حتى الآن لسائر مفاوضات فيينا؟ يعني إيران بشكل أو بآخر تبني نظرتها الإيجابية لما يجري في فيينا على عدة مسائل. كلام علي باقر الكاني كبير المفاوضين الإيرانيين يعكس هذه الإيجابية بشكل أو بآخر. خلال الساعات الماضية هو تحدث خلال الساعات الماضية عن أن هناك تقدم ملحوظ وإيجابي جرى أثناء أو لمسه أثناء تواجده في الاجتماعات الثنائية المنفصلة مع كل من معاون منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، وحتى مع الأطراف دول الترويكا الأوروبية. هذه الاجتماعات الثنائية أفضت إلى شعور بأن هناك شيء إيجابي أو هناك نوع من الإجماع بين الأطراف قبيل الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد انتهاء العطلة على ما يبدو. جملة من الأسباب الأخرى أيضا تدعم الموقف الإيجابي أو حالة التفاؤل لدى الأوساط الإيرانية، منها الموقف الروسي والصيني الداعم لعمل الفريق المفاوض منذ بداية الجولة السابعة. إضافة إلى ذلك هناك ورقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وترتيب الأوراق بين إيران والوكالة مجددا بعد السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى منشأة كرج. هذا أيضا أعطى دفعة قوية للدبلوماسية الإيرانية خلال التواجد في فيينا. عمل الفريق المفاوض والاجتماعات الثنائية التي وصفت من قبل عدة أطراف وخاصة الطرف الروسي بأن دور الفريق الإيراني المفاوض كان دور بناء وسريع في عملية اتخاذ القرارات. الآن المعادلة الإيرانية في فيينا ما تزال واضحة، يجب إزالة العقوبات الأمريكية أولا والتحقق الإيراني من ذلك بشكل كامل وملحوظ قبل العودة للحديث عن التزامات إيران النووية. لاءات إيران الثلاث ما تزال مستمرة حتى الآن، لا مجال للحديث عن أو التفاوض حول الملف الصاروخي الإيراني ولا عن دور إيران الإقليمي في المنطقة. إيران تقول بأن هذه مسائل سياسية تم طيها بالكامل منذ العام 2015، وأن ما يتم الحديث عنه اليوم هو مسائل تقنية وفنية بحتة تتعلق برفع العقوبات، آخرها ما يتم الحديث عنه عن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي وعن الشخصيات وعن الكيانات الإيرانية. الأجواء إيجابية بشكل عام كما ترشح التحليلات وكما تتحدث المواقف. هناك أيضا يتم الحديث عن التوصل لاتفاق بشكل سريع على ما يبدو خلال أسابيع وليس خلال أشهر، تدعم هذه النظرة وهذه جملة من التحليلات والمواقف. تتحدث عن تراجع في المواقف السلبية لدى الأطراف الأخرى وعدم صدور بيانات سلبية ضد إيران مقارنة بالجولات الماضية. بالتزامن مع كل هذا واللافت، عملية إطلاق الصاروخ اليوم، الصاروخ نتحدث عن صاروخ سيمورغ الإيراني المحمل بثلاث شحنات بحثية أطلقتها إيران نحو الفضاء. تقول إيران بأنها مرحلة أولى قبل التوصل إلى القمر الصناعي المطلوب. تطلق إيران هذا القمر في مرحلة حساسة، في مرحلة
حساسة كما قلنا. يتم الحديث أيضا عن يبدو بأنها رسالة بأن إيران بحسب التحليلات الإيرانية بأن إيران تحاول إرسال رسالة للأطراف الأخرى بأنه لا تنازل عن الخطوط الإيرانية الحمراء وأهمها الملف الصاروخي، كما سنتابع في التقرير الذي أعددناه من هنا من طهران حول عملية إطلاق الصاروخ. إلى الفضاء تطلق طهران صاروخها سيمورغ حاملا للمرة الأولى منذ انطلاقة برنامج إيران الفضائي 3 حمولات لأغراض بحثية. تقول وزارة الدفاع الإيرانية إن هذا تم دفعة واحدة وصولا إلى ارتفاع 450 كيلومترا، إصرار إيراني على المضي في برنامجين صاروخي وفضائي رغم وصف دول غربية مرارا إطلاق إيران للصواريخ بالعمل الاستفزازي. لم نزود صاروخ سيمورغ بقمر صناعي عالي القيمة، وإنما هي 3 حمولات بحثية، وقد وصلنا لأهدافنا المرجوة من التجربة بنسبة 100%، وسنتمكن قريبا من إرسال القمر الصناعي الذي نحتاجه عبر سيمورغ أيضا. ليس صدفة ربما أن يتزامن إطلاق سيمورغ مع انطلاقة الجولة 8 من مفاوضات فيينا. البرنامج الصاروخي لطالما كان ورقة خلافية بين إيران والدول الغربية تحديدا، برنامج تقول طهران إنه أحد خطوطها الحمر، وانطلاقا منه تبعث برسائلها. هي رسالة لأوروبا وأمريكا حول أن القدرة الصاروخية الإيرانية والدور الإقليمي لإيران لن يكونا جزءا من مفاوضات فيينا على الإطلاق. وقد أعلنت طهران مرارا أنها لا تنوي استخدام هذه الصواريخ والتجارب في أعمال عسكرية. عوامل كثيرة تتشابك على طاولة فيينا للمفاوضات. إطلاق صاروخ سيمورغ قد يكون أحدث الفصول. مع ذلك تبدو طهران أكثر تفاؤلا بمفاوضات فيينا، رغم أنها ترهن التقدم الحقيقي برفع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي كما هو دون زيادة أو نقصان. لا كبيرة ترفعها طهران في وجه من يخطط لإخضاع برنامجها الصاروخي للتفاوض، وتزامنا مع المفاوضات النووية تصر على إظهار قدراتها الصاروخية، رسائل قوة ترسلها إلى البعض ربما وإن كان العنوان لهذه التجارب بحثيا. حسام دياب، العربي، طهران.